يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فهل يلزم مع غسلها أن يتوضأ الإنسان؟ إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فهل يلزم مع غسلها أن يتوضأ؟ لا، ما يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه، أما نجاسة الثوب أو البدن يغسلها ويكفي، ما دام لم ينتقض وضوءه يكفي غسل النجاسة. نعم. إن شاء الله. الله.